ضياء، نرجع بقى للفانتزي. الناس مستعده ومجهزه وعايزه تعرف الفانتزي ايه الجديد. احنا في ناس راجعه على وايلد كارد وفي احصائيات، لان خلي بالك ان زي ما انت فهمنا الفانتزي مش مجرد لعبه، انت بتبص على مين بيشوط على الجون اكتر، مين يعني الموضوع اقتلع للناس كتير جدا السنه دي تحديدا. فكره ان انت بتشوط على الجون كتير دي بتفرق معاك في البونص، تفرق معاك في البوينتس. فمن تحليلك للانديه وللعيبه اللي بتشوط وبالاحصائيات، مين اللعيبه المهمه اللي الناس تبدا تروح لها دلوقتي قبل ما نروح لشكل الوايلد كارد؟ طيب خليني اقول لك كده بسرعه. في الاول ليفربول، لان ليفربول هو اكتر فريق الناس دلوقتي بصله. 3 مكسب 3 كلين شيت، صلاح متالق، ارنولد والروبرتسون والكلين شيت موجود، ديجو جوتا، جوتا موجود، دياز كمان متالق اكتر واكتر، فالكل بص ليفربول دلوقتي. ليفربول هو واحد من احسن الفرق في الدوري في اول 3 جولات. مش بس ده الموضوع، الموضوع ان هم الماتشين الجايين عندهم نوتنغهام فورست هوم وعندهم بورنموث هوم، ماتشين الاثنين في انفيلد ورا بعض. فدول هنعرض الاحصائيات كلها، يلا بينا ناخد احصائيات ليفربول كده على طول واحنا بنتكلم. هتلاقي ان ليفربول في الشوط على الجون شوت حاول يشوط 48 مره في 3 ماتشات، وده رقم كبير جدا. اهداف متوقعه عاليه قوي، جا 16 فرصه مؤكده في الماتش زي ما انت شايف كده، 39 شوطه من جوه المنطقه. اول فرقه على الدوري، 16 منهم اون تارجت، صنع 38 فرصه منهم 16 مؤكدين، رقم كبير قوي. فلعيبه ليفربول كلها ماشيه بشكل كويس قوي. هي صح. فدلوقتي انت لو عندك واحد من ليفربول محتاج يبقوا ثلاثه، عندك اثنين محتاجين يبقوا ثلاثه. فدي اللقطه الاولى، مين هم اللي ممكن تشتريهم من ليفربول؟ طبعا صلاح في المقام الاول موجود برغم سعره ورغم سعر هالاند، لان كانوا هم الاثنين اثبتوا ان الشيء الانجح ان يلعب بالاثنين. هات الاثنين وبعد كده شوف هتعمل ايه في بقيه الفرق. اوكي. فده اول واهم حاجه. الثاني في رايي ارنولد تفوق على الجميع. ليه؟ ارنولد بس غالي قوي. غالي 7 مليون. مفيش خلاف على كده. انا بتعرف انت عشان انت عندك مشكله ثانيه في موضوع الفلوس دي بتاعت ارنولد. الدنيا مزمزقه معايا في ارنولد جامده قوي. بس ارنولد بيلعب كور ثابته، بيشوط الكور الثابته مباشره. وده حصل مع الجوله الثانيه مع فليكن، كان حط كره في القائم، مظبوط، بيصنع فرص كتير قوي، بيشوط هو نفسه من بعيد، باص كتير. فارنولد مسجل في مانشستر يونايتد والجون اتلغى بعد بالظبط. فهو قادر ان هو يطلع بنقط كتير قوي. وارنولد مع كل اللي بيعمله ده، لو في اسيست، لو اسيست مع كلين شيت، فانت خدت 3 بونص كمان. صح. فالاسيست يعني بتاعه 6 نقط، 12 نقطه، في 12 نقطه بالظبط، فهتاخد نقط اعلى. فارنولد مهم قوي. اللعيب اللي بعد كده بيتنافس ثلاثه عليه اهو. بص مثلا دي مقارنه بين ارنولد وروبرتسون. اوكي. ده اللاعب الثالث هو روبرتسون بالمناسبه. دقايق اللاعب ارنولد بيلعب اقل، لان يطلع في الدقيقه 70 80 مبسوط جدا من برادلي، بيحب برادلي جدا، هو لعيب كويس قوي على فكره. فده على فكره ممكن ما يبقاش عيب على طول، لان لو خرج وبعد كده استقبله جون في الاخر، هو ما خد الكلين شيت، خد الكلين شيت ومشيت بالظبط. الشوط 3 ارنولد 2 روبرتسون، اون تارجت ارنولد لسه ما شاطش اون تارجت، شاط واحده في القائم ما شاطش اون تارجت. مساهمه متوقعه في الاهداف سواء بتسجيل او بصناعه ارنولد 1.7، يعني ارنولد على الاقل محتاج كان يبقى ليه مساهمتين، اسيست وجون، او جون او اثنين اسيست على الاقل. فارنولد كويس قوي. روبرتسون بيتنافس مع لويس دياز او جوتا عشان يكون اللاعب الثالث. دخول المنطقه، ارنولد دخل المنطقه 18 مره وروبرتسون 23. رقم كتير قوي في 3 جولات. روبرتسون بالمناسبه قدام برينتفورد كان هيسجل مرتين. صح. فسريعا كده، روبرتسون ويوتا، جوتا ودياز، دول الثلاثه اللي بيتنافسوا على المكان الثالث في ليفربول. اوكي. دياز اللاعب الكرويا معتمد عليه بشكل كبير قوي، وزي ما كنا بنتكلم قبل ما الموسم ما يبدا، لكنه كمان فانتسيا بياخد اماكن اقوى. لان مكان روبرتسون كمان في الملعب اتغير. روبرتسون بقى بيبقى اوقات شبه ارنولد في اللي هو بيعمله بالظبط. فلويس دياز واخد المساحه كلها زي ما هو عايز. صح. دايما انت شايف كده، دي المقارنه بين لويس دياز وما بين يوتا. الاثنين شاطين قد بعض، بس اون تارجت دياز 4 يوتا 1. يوتا مضاع فرصتين الاثنين من صناعه ارنولد، كانوا الاثنين يبقوا اسيست لارنولد، كانوا الاثنين هيعلوا قوي. اهو يوتا جاله 3 فرص محققه، حط واحده بس. لويس دياز جاله 4 حط منهم 3. فده اللي مخلي الكونفرجن ريت بتاعه عالي بالظبط. وهو مشكلته بس الوحيده اللي ممكن ان هو لما يرجع، ده هو راجع من كولومبيا، فسفر طويل، فممكن ما يبقاش او ياخد دقائق قليله. هدف المتوقع زي ما انت شايف كل واحد فيهم كان لازم يسجل، يعني يوتا مسجل جون واحد بس اقل من المتوقع بتاعه. دياز متوقع له 93، مسجل 3. صح. مسجل اعلى بكتير من كده. لمس الكره في المنطقه، الاثنين متواجد بشكل كبير قوي في المنطقه. فالاثنين مهمين قوي. انا في رايي لو هرتب اللاعب الثالث، انا في رايي صلاح واحد ارنولد اثنين. اوكي. والثالث؟ الثالث بتاعهم روبرتسون ثم دياز ثم يوتا. روبرتسون، دياز، يوتا، ديجو جوتا. حلو قوي. فده ترتيبي في ليفربول. ده الفريق الاولاني. الفريق الثاني اللي احنا ممكن نبقى مش قوي نروح له الجولتين الجايين هو ارسنال. ارسنال لسببين. طبعا السبب الاول ان هو بيلعب توتنهام ثم مانشستر سيتي، ولاعيبته غاليه، يعني جابرييل ب 6 مليون مثلا، روبرتسون ب 6 مليون، ساكا ب 10 مليون 10 ونص 10 قصدي سوري، بالمر ب 10 ونص، فالفرق مش بعيد. فتقدر في الاوقات دي تروح للعيبه ثانيه لحد ما ماتشين ارسنال دول يعدوا، وبعد كده تجيب. الحاجه الثانيه ان هم رقميا ارسنال مش قوي، ما زال مش
مرعب زي ما كان مرعب قبل كده ولا حتى دفاعيا. اوكي. جبريل بيعمل اكتر من خطا، رايا لولا وجود رايا يعني شوف كده ترتيب رايا متالق بشده بصراحه جدا. شوف ترتيب ارسنال مثلا، هو التاسع على الدوري في التسديدات، العاشر في التسديدات من جوه المنطقه، الخامس اون تارجت، التاسع، الثامن. ترتيب ارسنال مش ده ترتيب ارسنال، ارسنال اول ثاني ثالث بالكثير، كله هتلاقي كده يعني. الاهداف المتوقعه في 11 فرقه اكثر من ارسنال هدف متوقع. عايز اقول لك ان الفرص المؤكده عليه دي 6، الخامس على الدوري ده رقم كبير قوي على فرقه زي ارسنال جدا. يعني ما اعرفش، بس انا قررت ان انا مش هجيب حد من الديفنس بتاعهم دلوقتي خالص او لمده طويله، لان حسيت ان الفرقه بقت مستباحه نسبيا يعني فنيا. انا ما كنتش اعرف الاحصائيه دي والله، بس حسيت ان هم بيترحلوا جونهم كتير قوي. دي حقيقه، لولا تالق رايا ولولا ان اولي واتكنز قرر يضيع ماتش استون فيلا كان ممكن ارسنال يخسر واحد او اثنين من الكلينش اللي هو جابهم. فلا، شايف ان ارسنال محتاج تعدي الماتشين الجايين، توتنهام وسيتي، وبعد كده هنبدا نرجع لهم لان هو في النهايه ارسنال، بس مش دلوقتي. أوكي. تبعد عنه دلوقتي. طيب، يبقى أرسنال هنستنى عليه شوية. عندكم 5 لعيبة بالترتيب، من لعيبة ليفربول صلاح ثم أرنولد، اللي هقعد أقنع ضياء دلوقتي إزاي يظبط لي الدنيا عشان أجيب دي أرنولد لأني معيش فلوس.